unchain my heart. Baby, set me free. Cause you don't care. Oh, please, set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fellow tell me that you're not at home. Unchain my heart, oh please, set me free, yeah. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery? She don't care about it before me now. Unchain my heart, oh please, set me free, yeah. I'm under your spell, like a man on a trance, baby. But you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me not a day. Why lead me through a life of misery? She don't care about it before me now. Unchain my heart, oh please, set me free, yeah. Oh please, baby, unchain my heart, oh please, set me free. Baby, unchain my heart, oh please, set me free, yeah. Ladies and gentlemen, please welcome Adil Karam in Hayda Adil. مساء الخير. بونسوار. لا في ناس من الأشرفية هون. بونسوار. شو؟ بدنا نصور. شادي اند ذا باند. عبد الله.
ان شاء الله مبسوطين. اكيد بتكونوا تقولوا لا لا بعد ما بلشت. ايه مبسوطين كثير، علقنا بالعجقة. اكلتوا همبرجر وهوت دوغ بس صغار هون. يا مساء الخير جميعا، اهلا وسهلا بالحضور، مرسي لانه جيتوا. ماما بونسوار حياتي. اسمحوا لي قبل اي شيء، اسمحوا لي معلش، بس بدي رحب بشخص كثير عزيز على قلبي وعلينا كلنا. يعني حضوره اليوم عن جد بالنسبه لي كان يعني اكبر شغله يعني ممكن اتمناها بالدنيا. اسمحوا لي رحب بالشخص يلي بحب السياحه، بحب الازدهار، بحب لبنان من كل قلبه، فخامه رئيس جمهوريه لبنان. فخامة لحظة عبدالله، فخامة لحظة عبدالله، شو اسمه؟ أي رئيس؟ إيه؟ أي رئيس؟ رئيس جمهورية. رئيس جمهورية؟ إيه؟ ما في رئيس جمهورية. آه ما في؟ لا. آه بعد ما في؟ بعد ما بعدني على العتيق. آه ما في، سوري، ما في رئيس جمهورية عن جد، ما تواخذونا. توفي، شيلوا الكرسي، بهدلنا. بس معالي الوزراء والنواب هون والحضور يعني مكفين وموافقين. ما في بلد بالعالم يمشي هيك والله. ممكن بلاد العالم تمشي بلا حكومة بلا أي شيء، بس بلا رئيس كيف ماشيين نحنا؟ لا، والبلد واقف، وهي ذاتها $100 عم تطلع من جيبتي، بتفوت على جيبة شادي، على جيبة برنار، على جيبة كل واحد فيكم وترجع لعندي. كيف ماشي هذا البلد؟ ربك عليم. بس حلو حلو عن جد. بقول لكم شغله، هذا بلد العجائب، رح اقول لكم ليش. لانه اليوم فرحتي مش ساعتني عن جد، مش لانه انتم جيتوا اليوم بدكم تحضروني وتعذبوا، لانه اول مره من 5 سنين شوف هالقد في عجقه بالداون تاون. ليك شو في عجقه، قديش تقتل له هذا المنظر. لا الغريب بالموضوع انه بكل بلاد العالم دائما بتشوف انه بالداون تاون عجقه وبالضاحيه هي رواق، الا هون الداون تاون رواق والضاحيه عجقه. بس عجقه فيها بركه. ايه الحمد لله. في حدا مش لبناني معنا اليوم بالحضور؟ في خي شو حلو، من وين؟ من حيفا؟ ايوه وحده حيفا وهبه، بس تقول حيفا انا بيروح راسي بس على هاي. جايين من حيفا لهون؟ لك اهلا وسهلا فيكم، منورين. خي مين بعد في مدام؟ من وين؟ من وين؟ عم بقول مش لبناني. ما شو سوريا وشو نحنا؟ ما توغزي لي، ما نحن قاعدين عندكم. أهلا وسهلا فينا عندك، تعي فتشي يمكن عم نعرض برزق هون، ما بعرف. عم بيعلى العكار هون، تعملوا قرشين بس ما تقرشيهم على السوري بقى. في بعد حدا مش من لبنان؟ من وين؟ من الأردن. مين؟ مدام برازيلية؟ مهاجرة ولا أنه كيف؟ نص نص؟ تحكي بتفهمي لبناني؟ شو جاي تعملي؟ لا منيح قطعتي هذا الصف، منيح، هذا غالي. جاي من البرازيل على لبنان؟ جاي سياحة ولا جاي كرمالي؟ كرمالي؟ ما عندك شي وحده برازيليه هيك لذيذه؟ خلص انت ما بقى لحيك.
وين بالبرازيل؟ سوري؟ شي هيك. فهمت عليك. مين بعد في؟ حاج من وين؟ تكساس؟ بسم الله عليك. نحن هون نحكم سينا سكاكين هلا مش تفلو. مين بعد في؟ حياتي من وين؟ وين؟ من الكويت؟ من السودان؟ مين من الكويت؟ والله بدنا رجال مش انتو. بدنا مصاري. في حدا من السعودية؟ انتو هيكون لبنانيين عايشين هونيك. انتو عم تعملوا مثل اللبناني بس يروح على دبي ويتصور سيلفي بيكتب عليها ماي دبي. ما يا مسطول هاي مش لقلك دبي. حاش تقول ماي دبي. انت رايح تشتغل لهم هن بيقولوا لك بالاخر جود باي يا هبيله. بكل حال تعرف شغلي انا بحب حلو احلى شيء باللبناني انه رغم كل شيء رغم كل شيء نحن نحن ملوك السفر وحبيب قلبنا نسافر عن جد وخاصه هلا مع النخال 37 دولار تقسط كل السنه فيك تسافر وين بدك؟ يلا في أرخص من هيك؟ لا 37 دولار روح يلا روح على مارماريس مارماريس وبودروم والله حبيب قلبنا نسافر نحن حبيب قلبنا ورغم وعن جد نحن أكثر ناس بنسافر بتعرفوا أنا كيف بلاحظ إنه أكثر ناس بنسافر لأنه المطار بضل شغال عنا وأحلى شيء بس فوت على الكافي ماتيك الكافي ماتيك عنا هون بلبنان مخيفة قدي حقها هانية المي هانية المي قدي حقها كثير بالدكانة خي بالسوبر ماركت قدي حقها 500 انشقت حالها بالكافي ماتيك حقها 10 دولار بحبه يو ما بكفي عم يو برا بالمطار كمان انا بس فوت على الكافي ماتيك صرت خاف والله عظيم صرت فوت على الكافي ماتيك انا بقطع الامن العام هلا مرحبا شباب تمام كذا شو ما معي ما بخاف يعني بدي نبشوك ما بتبقى عندك فيها الرهبه انه بدي نبشوك ما بخاف بس اوصل على الكافي ماتيك بزن بيبقى دايما حاطين لك واحد موظف بالكافي ماتيك يعني انا ما شايف ارعب من هيك يبقى واقف مشنك عامل لك هيك هيك مربح ربه جميل بوصل عنده بقول له بليز بدي اعزبك بدي انيت مي صغيره مول معروف بيعطيني اياها ولا اذا بدك زياده بطلب فنجان قهوه وين اذا بدك تطلب كرواسان هاي بس تطلب كرواسان يعني اعمل حسابك بدك تقسطها على الاسكان هذيك اليوم عطانيت فت على الكافي ماتيك اشتريت انينه المي انا وانا وضاهر من الكافي ماتيك حسيت حالي موسع تحس حالك انه في شيء توسع مخيفة اكل مبسوط ماشي انا بالمطار هيك ماشي وحامل انيت المي شايفني واحد من فوق قال لي شو شريت انيت مي قلت له ايه بالكافي ماتيك قال لي اوعى تشتري كبيرة هاتو عنده خبرة بس ما كان رجال هذا بحب كثير الانينة الكبيرة وبحب كثير بحب كثير سافر مع الميدل ايست هلا تشيلوا كل شيء على جنب شيلوا انه مستر محمد الحوت حبيب قلبي وبحبه كثير بس انه طيران ميدل ايست حلو كثير وانا صار معي تجارب كثير بالميدل ايست هلا عم ناخذها بطريقه ضحكه طبعا وانا من وقتها عن جد من وقتها لهلا من وقتها ما بلشت سافر وقطعت بهالتجارب حلفت يمين وما بقى سافر غير بزنس لأن في فرق كبير بالتعاطي بين البزنس والإيكونومي أنا هلأ بس أوصل على طيارة الميدل إيست فرجيها دغري بيحمل البوردينج باس بس فرجيها إياه لسهام على فكرة كلهم بيوقفوا على الباب بيستقبلوا شكلهم كلهم سهام أو مثلا في منهم تعطي على وداد أكثر يعني
ايه شكله يا سيام يا وداد مثل نرسات المستشفى. بس وصل لعندها فرجيها انا هيك ببقى فايت خلص مبسوط انا قاطع بزنس انا مش فرقانه معي بس فرجيها البورتنج باس دغري هي اهلا وسهلا اهلا وسهلا بمسيو كرم نورت الطياره كابتن حزار مين اجا دغري الكابتن من جوا اكيد مسيو كرم عرفته من صوته سهام لو فان بريفيري دو مسيو كرم بيتأهلوا فيي بالبزنس حلوة حلو البزنس بفوت بقعد تمام يا عين شو بدك اطلب واتمنى عيامي الايكونومي كنت اوصل مرحبا فرجيها هيك بس تطلع بالبوردنج تقلي ورا مع البقر انت انا عادل لا لا عادل ما تعجق لي هون بده يجي تبع البزنس يلا وداد الشي حطيه ورا مع البقر والغنم ايكونومي ما تعجقوا لي اياها بلشت تعجق لا ورا ما بدي اشوف حدا هون بالبزنس هيدا بزنس وبيسكروا بردية يغرب يفصلوك بس فوت على الايكونومي انا هونيك بظل هذيك الايام تنذكر وما تنعاد كنت فوت اقعد دائما بالايكونومي انت وحظك بقى انا مره طلع لي واحد ما قعد بالنص حدي واحد تخين وزنه شي 200 كيلو ما بعرف كيف سيع بالكرسي ما عاملين له حساب لهيدا التخين قاعد حدي وبينام وعم بيريل علي وحد دغري مدام عم ترضع ابنا والاحلى شيء وريحه الكيروزان عافطه بقى بالبزنس بالايكونومي وبيطلع الكابتن بيقول لنا ان شاء الله تقضوا رحله مريحه انت السيدي كابتن ان شاء الله نقضي رحله مع ريحه هذا لانه صار تحته هذا اللي هون هذا ما عم بيقدر يقوم ويجي وقت الاكل احلى شيء وقت الاكل هاي تجربه مميته وقت الاكل وين بالبزنس غير بعدني انا ما بنسيها بنطر لاطلع بالبزنس بس تيجي لعندي سهام اوقات تلاقيني نايم حرام ما بدها توعيني وتقلقني بتصل عندي هيك سهام اللي مسيو كرم سوري وعيتك شو حابب تاكل وانا بتعرف بدي شو عم بدي اقسم وضري طالع فراني معك بزنس قال شو عندكم سهام اللي البغل اللي بدك اياه في دجاج في لحمه في سومو في قريلس هلا شايلينه من طازه لك اذا بدك جيب لك الشيف انطوان على الطياره انت بس اطلب وين بالايكونومي تبقى جاي وداد مع الترولي وعم تسمع انت زيح انت زيح مش دورك هلا ما تمد ايدك لا شيل ايدك زيح وبتوصل لعندي تقول شو بدك تاكل بلا شو عندك تقول في لحمه في دجاج بلا باخذ دجاج تقول طلع هيك ما في دجاج خذ لحمه يلا غلطت مره قلت لها بليز طنط وداد بدي عزم بدي كبايه مي قلت لي هاي تاني كبايه بتطلبها اليوم سوري بس كرمال حبيبي ها ها في غيرك مهضومة التجربة بالطيارة بتضحكني كثير وأحلى شيء أحلى شيء لبناني بالطيارة ما أهضم ولا أهضم من هيك دائما بيطلع لبناني على فكرة بتطلع إذا قاعد بزنس توصل لعندك جرايد قلت له قلت له قاعد أنا أول ما قلت له بليز بدي النهار طلعت قلت لي ما في النهار خلصت أول واحد شو قرأت على الكابتن يعني جو. شو هي خلصت وين مين لحق يقرطها في عندك هذا بيبقى مسافر بزنس انه حتى يسمع الحواليه انه هو كتير كلاس بلا بليز بدي الاوريون لوجور طلع فيه انت بعد شوي تلاقيه حاملها بالقلب بس انه في عندك كمان بيبقى قاعد هيك وبتوصل لعنده جريده تقول له شو بتحب اي نوع جريده بقول له بدي بليز هذا شوف اللهجة بدي النهار وجمهورية ومدغري اللي حده هون بيقولوا عين بلا أعطيني السفير والأخبار علقوا على الطيارة ما في بدمنا ما في وهذا مشي بضحكوني أنا على الطيارة بس تيجي سهام وتعطينا السلامة العامة تيجي تشرح لك إنه في حال قلبت الطيارة كل رواق تيجي لعندك تيجي بتقول لك بدنا نركز كثير منيح في حال قلبت الطياره دونت بانيك
انت على دونت بانيك شخيت تحتك. دونت بانيك بكل رواق، في سترة نجاة موجودة دائما تحت الكرسي، بدنا نتناولها بدون ما نزعج اللي حوالينا ونحطها براسنا وبرقبتنا بكل رواق، وفي لها حبلين بنشدهم حتى بس نقلب بالمي بتنفخ وبتفوشه. هلا في حال، في حال ما نفخت معك، في ما هون مثل بزبوزة هاي تبعيت البوة، بتنفخها طريقة مانويل وبتفتح، اوكي؟ بكل رواق. وفيها حتى إذا حدا حس بده يستفرغ، في كيس استفراغ موجود قدامك تتناوله لحتى ما نجوي الطيارة. بتحسها لسهام إنه تقع على ثلاث أربع وقعات بالجمعة بالطيارة، إنه عادي. إنه ليك ما بتخيل أنت عم تقع الطيارة وأنت قال سهام بكل رواق. عم تقلب الطيارة أنت. ما توسخ الطيارة. سوري بدي أعزبك بس كيس الاستفراغ أنا خلص من عندي مستفرغين قبل. سهام قال بكل رواق. ليش اللبناني في أهضم منه على الطيارة؟ ولا أهضم من هيك نحن. عن جد شو خرجنا بس مهضومين. بيبقى طالع من هون لقبرص بياخذ معه 10 كيس من الديوتي فري بين ويسكي ودخان، اوكي، ولبن مكعزله وكيسين كشك وكيسين زعتر اللي رايح قبرص، وبده يدحوشهم كلهم فوق. بيقعد بيدحوش بربهم بقى. ودائما اذا طالع من هون لقبرص بيقول لها بدي حريم ومخده. دائما بحس حاله بقول لك خلي للميدل ايست، بدي حريم ومخده. وما في اهضم من اللبناني. بس اول ما بده يطلع في الطياره دائما بيبقى حاط براسه انه بده يشد الصبيه اللي بدها تقعد حده. هلا في قطفه. وإذا سائبه واحد تخين مثل هذا اللي قاعد حدي بقول يلا مش مشكلة، بس بده يشد المضيفة وبده يعطيها رقمه وبده يفشخ عليها وبقول لها ما تعتلي هم، أنت صار لك زمان بالميدل إيست، إذا عزتي أي شيء محمد الحوت صاحبي. هيك أنا وأحمد. أنت قاطع كارت $200 روح خلصنا. بدك تشد الصبية وتشد المضيفة، ليش قريتك هي؟ وأهضم شيء دائما بس يقول الكابتن ربطوا حزام الامان بقوم بده ما بتجي الفلا بس يقول له رجاء ربط الاحزمه خلص بينحش بده يقوم لك يا عم ربط حزام بدنا نقلع هلا انحشرت معك مالك ساعه بتشد الصبيه هلا انحشرت او يمكن في شيء ثاني والاحلى من هيك دائما بتشوف اللبناني هي عم بتغطي الطياره بيطلع بهالميل يلاقي في بحر يقول لا لازم بده ينط لتاني ما بده يشوف لانه عم بفوتوا منظر بصير ما جنك وعم بعرف مش هيك وبيطلع هو فكره شو بده يشوف معلم سياحي ايه عم بتفوت عليك الاهرامات لانه انت من هون او قلعه عبال شو عم بتشوف بده يطلع لك الاوزاعي شو بده يطلع لك عم نشرين كلاسين وتاع شو راح يفوتك ما تخاف ما راح تفوت شيء عليك ودائما بسقط الطياره تلاقي دغري الحمد لله على السلامه يا جماعه على فكره اشطر طيارجيه الميدل ايست هاي دائما ما عم بيعمل شغله بشيل حزام الامان اول شيء بيعمله بيفتح خطه بعد ما وقفت الطياره ما عطيناك 100 تعليم انه خيي بتاثر على السلامه والطياره بدك تدهورنا لا ابدا منك مش بايده بيفتح الخط دغري ببلش ايه جاك معك ايه يلا وصلنا يلا هلا صرنا على الرنوي ايه لقينا على البوابه رقم 3 شو بجيب لك معي دخان دائما وعندك هذا السقيل الو مسك انا مين مسه انا مين يلا ايه هلا عم تغطط يلا غطت يلا وصلنا يلا حياتي يلا يوشي لو بدك نوشي بدنا نوشي نوشي تي وهذا بشي بس يقول بس توقف الطياره يطلع هذا الصوت على فكره لازم يشيلوه من الطياره لان بس توقف الطياره بحس حالي غشيم يطلع هذا لقد هبطت الطائره للتو شو عم تحكي عن جد غطيت ما معي خبر والله منيح اللي قال لي ودائما بس توقف الطياره بيطلع صوت موسيقى الياس الرحباني
هيدي ما بعرف صارت من التراث. تيرررررر تيرررر بلشوا يحملوا الاغراض، وهذا تبع بده يشيل كل هولي الشيء اللي عرفتون هولي الاغراض اللي اخذوهم. ما هو اصلا هو عتلين همهم بالاساس هول الزعتر واللبنه المكعزله هول. هول شو هول اول ما حطهم وقعد كل خمس دقائق بده يزعجوا لحده ويشوفهم يطمع عليهم اذا بعدهم موجودين اصلا. بركي حدا قرط له اياهم وغطت عينه. وانا بدي احكي للكابتن دائما اللي بالطياره بس يقول لي نحن نحلق على علو 35,000 قدم والحراره الخارجيه 40 ناقص تحت الصفر. انا شو جايين عم تخبرني كل الاخبار؟ انا شو يعني اصلا بشو بشو بدي شارعك؟ انه عم تخبرني الحراره 40 تحت الصفر شو طالع دخن على الجانح انا؟ عم بتطمني مثلا ما يصير معي بنمونيا بالرواية انه ما تطلع على الدخين ناقص 40؟ او اذا طلعت 37 انا رح شلف عليك انه طلع 37 رح دق عليك كابتن انت اليوم عليت 37 قلت لنا 35. انت عمول خيي شو مكتوب على البوردينج عمول ما تخبرني مش فرقاني معي من هون لهون بدي اوصل وخلصنا. اقول حال ما فيك تشارعه للكابتن شو بدك تقول له؟ أصلاً في كتير مهن على فكرة نحن ما فيك تشارعه مثل صاحب معرض السيارات فيك تشارعه؟ مستحيل مستحيل. رحت هيك مرة عند مسيو توني عنده معرض سيارات بدي يجيبني عنده بي ام. أول ما فتت لعنده عم بتطلع شايفني أول شيء عم بتطلع بيشوفك بس ما بقرب بصير يشوفك إنه حتى إنه يشوفك على أي وحدة شنكت. قمت وقفت على بي ام أنا مهضومة كتير إجا لعندي أهلين أهلين قلت له مسيو توني هيدي هالبي ام أي موديل؟ قال لي هيدي 2003. قلت له اكيد 2003. قال لي خيي هي 2003 بس نحن مسجلين 2001 كرمال الجمرك. قال له له عاد طب هاي نضيف السياره؟ قال لي هيدي طبعا. قلت له ده ماشي هيدي؟ قال لي ما ماشي شيء هيدي 150,000. قلت له شو يعني 150,000 شو مايل ولا كيلومتر؟ قال لك شو الفرق بيناتك؟ شو كلمة مايل وكيلومتر؟ هو النص الفرق. طب ما علينا بتنصحنا فيها؟ لا ليك وحياة الثلاثة اللي عندي مين عطاني اياهم؟ اوكي انه هاي انظف بي ام عم تاخذها، هاي بشركة البي ام ما بتلاقي نظافتها. قال له عال طيب هيدي شو وضع هيدي؟ هيدي جاي من امريكا. طب كيف يعني؟ قال لي هيدي ليك هاي بتاخذها بتكسبها، هاي كانت مع حكيمة هونيك. قال له طيب حكيمة ايه منيح يعني؟ قال لي حكيمة بتعرف انت الحكمة بأمريكا؟ عروة بعدين أمريكا شو؟ سهل أمريكا. وهيدي تحديدا هاي البي ام هاي مسيئتها الحكيمة وحياة ثلاثة مين عطاني اياهم؟ انه هاي من العيادة للبيت من البيت من البيت للعيادة. هو معه حق مزبوط كان سوق من البيت للعيادة بس نسي يقول لي انه العيادة بكولورادو وهي بيتها بديترويت. انه عال نظيفه يعني هيدي في معها كارفاكس دغري بنط متولي المصري تبع المعرض يا يعني متولي جيب لي الكارفاكس بيجي متولي. اهلا استاذ انت حتاخذ البي ام دي؟ خدها خدها فرجيك الكارفاكس بقول لك هذا الكارفاكس تبعه. دفعنا حقه واخذناه بعد ثلاث اشهر تسمع حرطقه فيها تحرطه. دقينا له مسيو توني فيها تحرطه البي ام؟ قال لي خلص ولا همك هيدي بتصير ممكن بكون في شيء عطل خفيف خلص خد رقم معلم اصطفان السنج الميكانيسيان وبيصلح لك. بقول له بعت بعتك لعنده مسيو توني. قلت له معلم اصطفان الميكانيسيان ما انا بعرفه اصلا. قال لي منين بتعرفه؟ قلت له ما لي 7 سنين بصلح عنده فارش نص بيته من بيضات سيارتي هذا بس شاطر. رح روح لعنده لمعلم اصطفان. ومعلم اصطفان هذا كمان ما فيك تشارعه مثله مثل صاحب معرض السيارات مثل الكابتن ما فيك تشارعه. وصلت لعند معلم اصطفان قلت له معلم اصطفان بعتني لعندك مسيو توني. قال لي شو هذه مهريه هذه بلش خبط لك دائما فيها انا هذه مهريه من هون لو هذه السياره من عند توني. قال لا لا اذا بكون شوي تراب مش مشكله سيارات توني نضاف مركبين الكومبين هو توني علي ما انا هبيلي بيناتهم. قال له طيب عال يا معلم اصطفان شو الوضع هلا هذه من شو هذه يفحصها الا هذه رايحه فيها البيضه. قال له عال هاتك ناقصك شي دريسوار او في شي كومودينه بعينك رايحه البيضه. طيب شو بنعمل فيها هيدي البيضه؟ دائما بقول لك ليك ما بدي غشك
في أصلي وفي صيني. أنت شو بدك؟ قال له خي ركب الأصلي، مو بحط الصيني. ما في مستحيل، بدي أقرتك. ما في بشي. ليش السنجري فيك؟ السنجري فيك تشارعه؟ السنجري أول شيء لتاخد موعد من السنجري ممكن تاخد موعد من حكيم قلب قبل السنجري. السنجري دايما على فكرة السنجرية مهضومين، يبقى طايف بيتك وانت ومرتك طبسين بالمي وواقفين ناطرين السنجري لمعلم زخية، وبيوصل معلم زخية كأنه دكتور قلب عنده خاصة دايما السنجرية لازم يبين. تبقى انت واقف انت ومرتك، مرتك عم تقول لك شو انت سكتي خلص طيب خلص سكتي، ومعلم معلم زخي عم بيطلع ويفحصها وبيوقف بقول لك ليك هيدي بدها جلدي عم بتروح. قال له عا شو له شو؟ بقول لك لحظه في الاصلي وفي الصيني. قال له ركب الاصلي، طبعا بده يحط الصيني. بس الاهضم من هول انت كيف بدك تتوفق بالسنجر؟ هيدي خدوها قاعده دائما، في ثلاث انواع سنجريه عندك. السنجري يلا عادي، هذا مش انه عادي، هذا مش كثير محترف. المحترف الاكثر منه بيبقى السنجري اللي عنده شعر. هلا اذا توفقت بواحد بروفيشنال سنجري مزبوط عرفه دغري، يعني بيكون عنده الشعر في حمار. عرفوا دغري انه هذا اوه هذا المعلم، شفت الحمار هذا هو خلص راح نحله. هذا الحمار من شو بيجي ما بعرف. ليش الحكيم فيك تشارعه؟ مطلق اي حكيم فيك تشارعه. شو بدك تقول له؟ اذا قال لك حكيم معك بوسير شو بدك تقول له؟ لا كذاب. انت رايح شي مره عند حكيم بوسير؟ مش رايح؟ اكيد لازم ايه بدها مشوار. اعظم شي حكيم البوسير على فكره، حكيم البوسير فحصيته غير. مين راح عند حكيم بوسير؟ ما حدا بيسترجي يقول. طيب مين من برج حمود؟ انت ما بيسترجوا لانه فحصيت حكيم البوسير غير. بس قد ما يكون في صحبه وخشبوشيه بينك بين حكيم البوسير، طريقه الفحص تبعيته غريبه. اول شيء بده ضروري بده يفحصك، وبيجي وبلش ما في بده يفحصك عبد الله. ايه طب هاي الحقيقه، هاي الحقيقه. بكره بس تروح عند حكيم البوسي شو عرفني؟ انت حياتك مقضيها عنده. بدي اشرح له، ودائما على فكره دائما الحكمه. انا بدي اعرف انا حكيم البوسي كيف بصير حكيم بوسي؟ طيب فكر فيها انه مطلق اي حكيم بده يدرس طب 7 سنين بعدين عنده الاختصاص، كيف بيقرر يصير حكيم بوسي؟ بفكر فيها انه اوكي بعد الطب بس يخلصوا بيبقوا مجمعين، بيجي البروفيسور الكبير انه بيقول لهم شو عبالكم؟ في حكيم عظم، في حكيم قلب، في حكيم دماغ، في ما بعرف، في حكيم سواني بالمطول. انا بدي حكيم بوسير بليز، انا بحب الطيز. هيك بصير حكيم بوسير. ومطلع اي حكيم تروح لعنده دائما عنده نفس الجواب، بدك توقف دخان. قلت له يا حكيم عم تفحصني معي بوسير تسلم لي. قال لي ايه ما كله بيأثر، الدخان كثير مضر. قلت له حكيم بوسير شو خاص الدخان؟ قال لي كله مأزي الدخان. قلت له شو عم بتفيها شو خاص؟ تعال اشرح لي شو خاص الدخان بالبوسير؟ كيف يعني؟ بقول صار معي بوسير. شو لك شارعه؟ شو بدك تقول له؟ عصيرة الدخان قد ايه مبسوطين ما فيكم تدخنوا؟ وين هي هالقارمة شالوها؟
كان في غرامة 135,000 إذا بولع سيجارة الواحد. كنا فيك تفشخ على صاحبتك تشربها سيجارتين هون. على فكرة وين صار هذا قانون التدخين؟ عن جد ورانيا بارود فايقين لرانيا بارود؟ دي نضيفة. قامت لقيامة وقتها. قيمت الدنيا وقعدت. بدنا بيئة نضيفة. أي بيئة نضيفة أنت؟ عن أي بيئة عم تحكي؟ أنت شي مرة علقانة بين سيرفيسين رانيا بارود؟ علقانة بين اثنين جحش دولة رانيا بارود؟ وعم بيصفقوا بقى قنبليات؟ شي مرة نازلة على برج حمود أكلة ساندويتش سجق رانيا بارود؟ وعافطة ريحة مكب الدورة لعندها؟ شي مرة طالعة على الزوق رانيا بارود؟ غولد واخين الزوق؟ ما عم بيتشالوا. قلت لك بيئة نظيفة. من فترة طلعت عن بنت رفيقتي عم بعملها زيارة بالزوق، أنا وقاعد عندها فاتت مرة سودة. طلعت فيها قلت لها شو غيرتوا الخادمة؟ قالت لي لا هيدي المامي كانت على البلكون عم بتنشر شحتريت. وهديك قلت لك بيئة نظيفة. هيدا كله بأثر على السياحة. كله بأثر. شو سويسرا نحن؟ ما عايشين بفوضى، بس حلو الفوضى تبعيتنا. هذا كله أسهل. من وقت ما نزل عملوا هذا القانون ما عاد اجى سايح على البلد. والله شو بده يجي يعملوا هون؟ انه الخليجي شو بده يجي يعمل عندك بالبلد؟ ما نحن معروف بلدنا انه دخان وقراقيل ونسوان. شو في البلد؟ بفشي. شو بده يجي يعمل الخليجي هون؟ يجي يتفرج يعمل سياحه بقلعة جبال؟ شفت لك شي مره انت شي خليجي عم بيعمل سياحه بقلعه بعلبك؟ لقيت عمود بعلبك وعم تصور سيلفي يعني؟ جاي طارق مشوار من الخليج لهون ليشوف عمود بعلبك؟ يا شو بده يعمل بعموده؟ او جروب خلجين عاجقين بقى بالعلقه فوق. بدنا نظام مع الجيد، بدنا ننظمها شباب. ابي اركب الجمل، ابي اركب الجمل. بدك بيئه نظيفه. بيئة نظيفة. من ورا ما عم بيجي حدا على البلد. النسوان عنا هون بالكباريات يا حرام. بيضربوا ضربة. من فترة التقيت أنا ببنتين كنت مسافر، التقيت فيهم مطار بيروت مهضومين هيك عم بتصوروا معي. قلت له أنتوا شو بتعملوا؟ قال نحن مودلز. قلت له والله؟ هي وصاحبتها 1.20 متر موديل. مع كعب. طلعتوا مودلز يا صغيره؟ قالت لي ايه. قلت لها شو وين رايحين مسافرين شو عندكم؟ قالت لها عندنا ديفيليه. قلت لها عن جد وين؟ باريس ها؟ قالت لي لا. قلت لها ميلانو؟ قال لا. قلت لها وين عندكم ديفيليه؟ قال بالرياض. حرام اللي على لسانها بتقول ما بتقدر. قلت لها بالرياض عندكم ديفيليه؟ قالت لي ايه. قلت لها ايه؟ ما لانه الرياض عاصمه الموضه. قلت لها ما هو إلي صعب أول تشكيلة بدي نزلها يا تفلش بلش بالرياض. حسيت الإرجيل والمحلات الإرجيل من وراء بارود وهي بيئة نظيفة. قد إيه خربت بيوت عالم من وراء البيئة النظيفة. في ثلاث أرباع محلات الإرجيل بعد بتذكر بلشوا يسكروا، دافعين فوقهم وتحتهم بلشوا يسكروا. لو أهضم منهم صار وقت عملوا معهم مقابلات صار يطلعوا يقولوا إنه طب بليز على القليل يعملوا لنا سموكينج سكشن. بده يعوضوا الجماعة. بتعرف شو سموكينج سكشن عم بتخيلها انا؟ مثل كانك انت عم تسبح ببيسين وعاملين لك سكشن للشخاخ. هاي سموكينج سكشن. ما هيك بقعدوك بتحط كرسي هون، هاي سموكينج، دغري وراك نون سموكينج. يعني عم بدخن ويجي عليك بس انت قاعد بالنون سموكينج. هاي بيسين مع سكشن للشخاخ. اذا سبحت وعملت شخاخ برا بتصير ايه ايه نو شخاخ هير. This is shark section. بيئة نظيفة. وهذا مشي لبناني بمحلات الأرجيل. يبقوا مجمعين واللبنان دائما إذا بتسألوا أنت بتدخين بقول لك أعوذ بالله أنا بأرجل. هذه ما خصها ببعض. وإذا ولعت سيجارة بين جروب أرجلجية بتضايقوا. بصيروا قاعدين هن عاملين خطايطة بقى هن عم بدخنوا وانت ولعت سيجارة بصيروا طفيها ولو ما سيجارة دخان لا 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 هذا معسل هيدي هي سامة طفيها
أصلاً صوفي أنت عم تحرق صدرك. وأهضم شي النسوان بس تأرجل. ما في أهضم منهم يا يعني. إملاعين. ما عندهم شي. قاعدين بهالمحلات الأرجل. طلع هيك ببين. بلقطة نربيش الأرجيلة. وقعدة وصاحبتها عم تلعب طاولة زهر. وفيت نربيش الأرجيلة من هون. وعالشوب بصير ترخي بقى وصير هيك. ما بتنتبه. وصاحبي بتصير مع الأرجلجي. عمار بليز تعطيني بز. بيجي عمار بيعطيها ثلاث أربع بزاز شكهم فوق بعضهم لأنه يعطيها الطول. بصير قاعدة هي وصاحبتها. ايه شو قال لك؟ عن جد؟ هو حكيك على الواتساب؟ لا هذيك صاحبتها ايه هو خبرني هذا الشيء. حلفي تحية أمي. خلصنا من خازوق قانون السير. قانون تدخين طلعوا لنا بقانون قانون السير. كل خازوق للتاني فظيعين. قانون السير قال هلا انه هن بخافوا على سلامتنا. قال بيقولوا لك انه ما تسرع. اصلا وين فيني اسرع؟ تعال فكر فيها. ببلاد العالم كلها في شيء اسمه راش اور. في 8:30 الصبح العالم رايحه على شغله راش اور بتعجوق. بعد الظهر على 5:30 6 في راش اور لانه بتعجوق. نحن هون كل نهار عجقه. كل نهار راش اور. طيب اجي بتطلع انا اذا هول تبع الراش اور بين 8:30 وال 5:30 هول راحوا على شغلهم. طيب هول مين؟ وين رايحين؟ على شو عاجقين؟ شو في؟ بيقول لك هونيك بدنا للسلام العام نحن بدنا ننتبه عليكم ما لازم تسرعوا اكثر من 80 على الاوتوستراد 80 يعني اذا جاي من طرابلس انت ممكن تعرف على وحده بطرابلس تدرس لها اخلاقها بشكه ايه تدرس لها اخلاقها بشكه وبتتفقوا انت وياها بالباترون وبتكفي بتخطبها بانطلياس وبتتجوزها بالاشرفيه اذا مشوارك طويل اوهو بتحبل بصيدة بتخلف بسور قانون سير وين بدك تسرع اصلا اذا بدك تسرع ما فيك تسرع لانه اصلا شوف بدك واذا سرعت اصلا الدركيه ما تخاف منه بتكسر السياره بتكسر السياره اصلا ما تخاف من الدركيه لان لو سرعت الدركيه واقفين عند بربر عم بياكلوا فرانسيسكو ما فاضيين له حتى لو حطوا الرادارات هلا بشوفك الدركه سارع بيقول لك ايه روح هلا رادار روح نازي بقى والفرانسيسكو هو ارجع لقصه الراش اور والعجقه نحن بتعرف عم بيخلق عنا عادات جديده هيدا منه لبناني بس لنخبركم عن عاداتنا نحن بعجقه السير بدنا نتسلى ما بقى في شيء نتسلى فيه صار عنا جديده عاده جديده اسمها تنقر من اخير ايه أنا كيف ما عم بمشي ما بدين غير بدي يتسلى واقف السير زهق هيك يوم أنا طلع لي واحد اختفى أصبعه عم يسحبها من خاعه الشوكي بقى. ما عم تطلع معلقة أخت شليتي ما عم تطلع سنزمر له خي قلع لحظة لا تطلع بده يتسلوا والنسوان كمان نسوان عندهم هاي العاده ايه هيك يوم حوطوني اثنين نسوان قالوا هي عم تشيل شو بس شفتني انه شفتها انه عم بعمل شو هذا؟ قال شلت لك لينكس بس حياتي وعندك في هيدا اللي عنده ضفر على فكره هذا الضفر كثير قوي هذا لازم كلنا نبلش نربي هذا لانه عنده عده استعمالات هذا منيح لتنقر من الاخير منيح لحركشة الدينان حتى فيك تحرك اسنانك في بدل الكردون هذا الضفر كثير اساسي فيك تحك محلات ما بتوصل ايدك
الضفر بيوصل. فظيع هذا الضفر. حتى كثير قوي هذا مثلا للتيستينج. ممكن اذا جات حمص قدامك دق لي هالحمصات. دو دو تعرفك. حمص على روح قصن ابر. عسيرة السير والسيارات، نحن أكثر شعب منك بالسواقة. أنا ما شايف أكثر من هيك. في يعني تخيل أنت واصل بهالعجقة كلها وواصل على بيتك وعم بزلزل العرق من بقى ما صدقت وصلت على البيت، وعم كنت تلاقي جارك واقف على البلكون مشنك وناطرك عم فق وزر، وأنت عم تفوت عم تزرك زرك للسيارة، وبس شوفك صفيت وطلعت على البيت بدق لك على الانترفون جار بتمرنا بدمنا هيدي النكاية. ليش بس تكون طالع على الاي بي سي بدك تصف؟ تبقى طالع على الاي بي سي عم تبرم يلا 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 يلا، لتلاقي بالاخر انه واحد ظهر محمل اكياس بقول هذا راح على السياره، بتقوم تخفف انت بتشوف صليت له انت، تلاقي وصل على السياره فتح الصندوق عم بحط الاغراض بقول يا عين اجت الصفه، قوم انت شو بتعمل؟ تاخذ يمين بتضوي الفلاشر، بس شوفك ضويت الفلاشر شو بيعمل دغري هو؟ يكون قاعد بالسياره نقرك عين بالريتروفيزور ما بقعد يفل، بيفتح الباب بمد اجره وبلش يحكي على السلر، وانت قاعد ناطر 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 ولا يعمل انكاية اكثر شو بيعمل قد ما منك؟ بينزل بيفتح الصندوق بيجيب الريش وبلش يريش. خي خليني صف. من بعد كل هول من بعد كل هول بيطلع بالسياره وبيجي بده يقلع بده ينشي، بيجي واحد منك تاني من بعيد شكله عسيرة السواقة. انت بعد قادر تسوق ورا زلمة عمره 90 سنة؟ بعدهم بيسوقون. كيف يعني كيف سامحينه يسوق زلمة عمره 90 سنة مان؟ يعني هيدا بتعرف انت اخذ الدفتر من ايام العثمانية. لأنه الدفتر عندنا نحن بنروح 50 سنة لقدام. وين؟ هذا اخذه يعني هذا مع هامش جاي الدفتر السواقة تبعه. يبقى ماشي انا بس كون ماشي وراه انت فكر السيارة ماشي لحالها. يبقى ماشي وراخي مع البروستات. وعم بيسوق هذا بكون رايح مستعجل عنده لعبة بريدج أو شيء، بس أنت طلع إنه ماشي السيارة لحاله. هذا إذا ضرب فريم نصه ضرب دهور الدنيا. خطر، هذا خطر كتير. بس شو بدك تعمل له؟ تطلعه بجحش الدولة ما بيطلع. ليش النسوان بينسق وراهم؟ سوري سوري ما عندي شيء ضدكم، بس ما بينسق وراكم. ما في مرة أنا بشوفها لما بتسوق بإيدها الواتساب. لو شو ما عملت ما ولا ممكن تشلح الواتساب من ايده، مستحيل خليت كرمال الواتساب. تبقى ماشي ضهرة من بيتها مزبطة أمورة تيب توب، ريحة البارفان عافطة من السيارة، وضهرت من بيتها طبعا عم بتسوق هيك، والطريق لقلها بقى تجي انت علقت وراها بأي لحظة، لأنه هي شغالة على الواتساب. بأي لحظة بيجيها أوكي على الواتساب، أي مفرق طلع قدامها بتفوت فيه. تجي أنت ضارب فريم تطلع إنه مدام ولو ما انتبهك إنها فتلة فيك، هي بكل تهذيب مد راسها من الشباك بتقلك كمان قلت مرة صارت معي قصة. أنا وفيت بزروبة جايني واحد بعكس السير. لك ما الله وقعت. قلت له بليز ارجع. قال لي لا أنت بليز ارجع خلص أنا بزمط هلا. من كلمة لكلمة نزل عتعيت. شو بدك تقول له هذا؟ أكل. أنا بس شفته. نزل هو هيك قال لي بس نحن بدنا نزمط من هون. عم قال لك بس زمطة. طلعت فيها هيك. قلت له بس أنه ما أنت جايب مش طريقك. قال لي يه؟ عادل؟ قلت له أنا إيه؟ قال لي كيف المجدي وجدي مان؟ بلش يرجف. قلت له أي مجدي وجدي؟ قال لي ليش ما بتحطون مان؟ ليش عم تقللون؟ نحن بنحب مجدي وجدي مان. على فكرة صار بطلع رجال عم التقى فيها لما بيسألني غير عن مجدي وجدي، شو صار معكم؟ ليه بتحبون؟ هيدا العتعيد خوفني. عم بيسألني عن مجدي وجدي، قلت له حبيبي مجدي وجدي هو على التلفزيون. صار انه نحن بنحبه اذا بكثروا قد ما فيك.
قلت له مان لحظة مان، بس خليني خبرك شغلة، هول مجدي وجدي تمثيل على التلفزيون، انت ما كتير تقبضها جد، بعرفك انا بقى حسيت عليك. هو نازل بقى معاد قادر بقى، مجدي وجدي بنحبهم كتير يا مان. قلت له مان ضبل لي هاي عصاية البيسبول بين اجريك، لانه احنا هذا تمثيل عم بتشوفه، انا مني هيك، انا طبعا سوين تسلم لي. قال لي بس حلوين مجدي، حلوين انت ومجدي وجدي، اذا كثير حبيبهم نحن نزال هلا بتلاقيهم ملحين على البحوره، ما في اكثر منهم هون مجدي وجدي هون. قال لي بس كيف بعرفهم؟ قلت له ما بتعرف، ما بتعرف غيرهم، بتعرفهم دغري، بتلاقيهم لابسين سبيدو. ما بضيع على فكره، بيحب كثير بحبوا السبيدو هن، يعني ببين تضاريس مع انه هن فلات من ورا. فعل شيء على فكره، شركه سبيدو ما بقى عم تصنع غير إلهم. هلا سبحت الاولمبياد، قالوا عم بيقولوا لنا شركه سبيدو خلص خلينا نلبس كلاسين ماشي الحال. في اهضم منهم هن على فكره، هن عم بيجزروا على البحوره اكيد شايفينهم، يبقى طارق سبيدو بقى وماشي مع المشي كعب عالي. والله اهضم ما هيك شايف منهم ايه؟ لا وبيوصل على البسين، لا عم بده يشوف مين بده يقطف، شي يجي شي واحد طايش او شي، بصف المشايه، واذا شافك مثلا، اذا شاف شي واحد مثلا زلمه قاعد بلش بده يسمعه بقول له مسقعه، بده يفتح حديث معه. واهضم شي بس يسبحوا، لان بشك بالبسين وبلش طبعا هلكوا تخيلوها فوق يعني اهضمين. سوري بس انه عم بيكتروا، عم بيفلشوا كتار صاروا، يعني ممكن يجي نهار يصير كلنا هيك. عم تتخيل بكره يجي نهار يصير كلنا هيك؟ شو بقى خفت؟ مش بعيده، ايه مش بعيده، ممكن بكره بال 2050 يصير كلنا هيك، يصير رجال عادي هيك. عم تتخيل انت بسنه بال 2050 تصير رجال عادي فايت على بنك بفوت هيك، فوتها كتير طريقة عادية. سوري بدي أصرف هذا الشيك، بدك التاني بقول له هونيك. يجي على الكونتوار بدي أصرف الشيك، بقول له سوري في مجال تصرف لي هذا الشيك بليز. هذا على الورقة على الكونتوار بقول له تكرم عينك. تعرفت أول مرة على مرة عاملة شفافة، مرة ولا أجمل من هيك. أول ما تعرفت عليها فكرتها برازيلية، بس مش أنت، لأنه هيك شفافة، هيك أفرمي، شو شفاف؟ يعني ممكن هي وناس تدعوس عليهم، وهذه مش عملتهم لتحلع، عملتهم كيف صاحبتها، أنا وياها هي كبرت أنا بدي كبر، بس شفاف بخوفه كثير، وأنا بحب التبويس كثير. اول ما شفت شفيفه قلت لها قبل اي شيء بليز تعطيني بوسه، قالت لي ولا تعال. سوري اول شفاف ولا فانتوز؟ ممكن تقشقي لنا البلوعه سيلتو بلي؟ حلوين شفافها كثير، كثير حلوه، بس هيدي خفت منها تركتها، لانه هي ممكن تكلني لحم وترميني عضم، تخوف فيها خطوره. بس الاحلى منها تعرفت عليها عامله صدره، هيدي اللي عامله صدره، انا بعد ما شايف صدر هيك ما بقى في قياسات تحمل هيك صدر، صدر قد ما كبير ممكن يسبقها على المرحبا، صدر كتير كبير. يعني ممكن انت تكون سهران بمحل، انت والسهران بالمحل تشوف صدر فات وانت هاي واقف عم تتحذر انت وصاحبك بن هيدا، بصير يقول لك هو فلانه، لا
هي مش معقول هيك صرت شرط انتو ايه؟ خيروا رورو هلا بهالليله بنعرف من هي ما محرز الشرط بدون بتفوت هي طلع وليه؟ هي انت؟ وليه محتاله؟ وليه؟ مغيره كثير شو هيدا؟ هيدا شو؟ يخرب ذوقك على فكره هيدا بيجي معه مانيول هيدا لانه بدك تمشي فيه بدك تكوني شوفيرة امريكاني توصي بدك يكون معي توت مارك هيدا لتسوقي لحظه خليكي ما تتحركي شو؟ في شيء؟ عسيت بشيء؟ وصل لعندك شيء؟ هيدي تركتها انا دغري لانه ما بنقدر نلتقى انا وياها كل ما بدي اشوفها بدي فوت لعندها هيك وين فايت بقلبك بين رجليك وين بجمع شيء واحد تعمل لك قصه وين اذا بجمع واحد بصير بتيجي العالم سوري لمين واحلى شيء النسوان بتجم هلا انه هم بيروحوا بيعملوا رياضه تبع طار الفسي هذا شو اسمه هذا الفيزو ومزبطه حاله من فوق مع هذا هون للنص حتى يبين الصدر وكذا تشوفوا مزبطه شعره بتروح عند الحلاق بعدين تروح عند السبور عندها بتروح حلاق ماكيور بعدين الجيم تبقى بتشوفها وصلت على الجيم تعمل 2 بوش اب و60 سيلفي انا بشوفهم على انستغرام ما بشوف غير نسوان بتشوف انه انا بالجيم لا في منهم بيلقطوا العمود هذا انا حملته مش غلط السبور انا ماني ضد السبور احلى شيء سبور واحلى شيء يضبطوا جسمه النسوان عصير السبور في انواع سبور على فكره موجوده بالدنيا انا ما بفهمها وفي العاب موجوده بالاولمبياد سامع بالكيرلينج رياضه الكيرلينج حدا سامع فيها رياضه الكيرلينج هيدي رياضه عباره عن واحد بيلقط وحده هيك بايده وبكرجها وفي اثنين هون معهم مماسح بلشوا يمسحوا قدامها عرفت شايفها بياخذوا عليها ميداليات هاي بالاولمبياد بيقتلوا حاله بلش بقى هيدا عم بكد عرب ايه وعنده جمهور عنده جمهور هي وصلت بهيدي الحمراء شو الرياضة أنا بشوف بتطلع شو الرياضة كيف ترعوها أنا بتخيل مثلا رئيس اللجنة الأولمبية كان ضاير من مكتبه هو الجروب بعد كان ناقصهم بعد عنا لعبة نقصتها بالأولمبياد هن ضايرين شافوا البنجلاتش عم يمسح هيك بنشاط قالوا خلص هيدي هي هاي لعبة كيرلينج بدنا نسميها ضيفوها على ألعاب الأولمبياد من وقتها هن أول ناس أخذوا الميدالية الذهبية بنجلاتشية بعدني بذكر عندك رياضة البوب سلاد تعرف البوب سلاد كما هي خرائية الرياضة هذا والله هاي رياضة شتوية هذا اللي بحطوا له في وحدة هيك بيقعدوا فيها وبيدفشوا ينزل بقى هو تلاقي نازل هيك وانا عم بحمسوه واخر شيء بياخذ ميدالية هاي شو رياضة الطز هاي يعني ممكن تجيب انت اي واحد تحطه يلا تروح يلا بياخذ ميدالية لحالها الطريق بتاخذها ايه لحالها هو حتى في منها على 4 هبل بيركضوا هيك وين الجمهور بقى يا هبيل انت وياه وعندك رياضه السكاي دايفنج انا اوكي انا مع سكاي دايفنج هول بنطوا بالباراشوت بس لشو بيلبسوا هلمت لازم انا بدي احط كاسك عم تخيل انا بيجي لهذا المونيتور بيقول لك بليز قبل ما تنط بدك تحط الكاسك بركي صار لك شيء اعتبر يا خيي ما فتحت الباراشوت وجيت على مخك شو بنعمل هاي ضروري لهلمت
عم تخيل انت نطيت قال ما بتفتح وجيت على مخك الحمد لله كنت لابس هلمت سبحانه ستر. خزعين ليش رياضة الفورمولا 1 في احلى منها؟ احلى رياضة بالعالم مكلفة ونحن كثير بنحبها اللبنانية. نحن ربينا على الفورمولا 1. انا نيكولاودا كان جارنا تحت البيت كان يقطع بالفن. فزعين لبنانية يا زلمة بيتحمسوا على الفورمولا ما بفهم يعني غريبة هالرياضة. لقوا بس يعملوها برا تلاقي اللبناني فضل البلد من اللبنانية فلوا راح يحضروا الفورمولا ما بيحبوا يفوتوا السبق. في من فترة بس عملوا سبق بأبو ظبي شفت واحد التقيت فيه انا هون قلت له شو حضرت الفورمولا ملي هاي دائما ولو ايه لأن نحن ربيانين على الفورمولا بيفهم بالبرغة هو لا ما بيتشهر على اللبناني بعد شو هالرياضة هاي يبقى ولا كله رايح بالدين بعدهم لليوم عم بقصته بين تيكت سفر وما بيعدوا إلا VIP لاونج اللبنانية تلاقي معربشين على بعضهم لحتى يحضروا وين شو هالرياضة هاي والله تلاقيهم اجت انا حاطين فلين دينار كرمال الصوت اجت وين بيركضوا على التلفزيون يطبع كفي السبق ليك الونزو شو حمار ليك كفيت الكوع الحمار الونزو حمار يا هبيلي انت وياه هذا كوعه بمليون دولار انت وياه جايين بالتقسيط اصلا منيح ما بتنعمل هالرياضه هون ما كنا خلصنا منكم تقسيم وتفشيخ هو حسابيا ما بتنعمل الحمد لله عم تخلوا الفورمولا 1 عم تنعمل بالبلد يا عام بقى هونيك التفشيخ اي هلا حسابيا ليش ما بتنعمل لانه اول شيء بده يكلفوا الجماعه كثير على دوليب وتربيع كل جوره بدها حلم الله ممكن تفقدوا الالونزو انت الونزو حدا شايف الونزو وينه دقوا لي معالي وزير الاشغال لنشوف شو صار الونزو سوري خيي بعرف في جوره بس ما انتبهنا لها هن كانوا مزفتينا بس بوستر زفت نحن بنحط بوستر زفت ما في المقاول الثاني بده يجي من بعده بعدين اعتبرنا انه بده عملوا فورمولا 1 هون بالبلد اوكي عم تخيل انت ماشي السبق ممكن بأي لحظة بينزلوا المياومين بيقطعوا الحلبة. بأي لحظة. ما عم بيقبضوا، ما عم بيتثبتوا، بينزلوا بيسكروا الحلبة تبع الفورمولا 1. بينزل بقى حنا غريب نعمة محفوظ. بدنا نعمل السلسلة، بدنا نعمل السلسلة. يا خي بدنا في سبق السلسلة. مشي لنا السبق يا نعمة. بعدين تعال تخيل انت ممكن ماشي السبق اوكي قبل ما يبلش السبق بيعملوا التجارب ليحضروا حالهم على السبق ممكن يجي مثلا هاملتون ما يلاقي سيارته تختفي كنا حاطين له اياها امبارح هون مغطينا اختفي بيجي هاملتون انه وير از فكين كار شو بدك تقول له بيجيك تليفون بتقول له هدي يا هاملتون احكي معه بيجي تليفون من البقاع الو ايه ابن عمي في لكم عندنا مكنه هون اذا بدكم اياها جيبوا 5000 دولار طلعوا خذوها نبعث لهم 5000 دولار منجيب المكنه بدنا نمشي السبق نهار السبق بيختفي هاملتون يا وقعت هو زيته بيرجع بدق ايه ابن عمي في لكم عندنا واحد اسود هون اذا بدكم اياه جيبوا 5000 دولار اطلعوا خذوه شو خرجنا رياضه ما زال بالفوتبول مجلجئين نحن تلاقيه قاعد حاطط ناقر كرشه وحاطط بيره لا وانه هو لانه قد ما بحب الفوتبول بحب البرازيل وعم بعيط لابنه روبينيو
هو ابنه ربيع اسمه. اسمه ربيع بس بعيط له روبينيو. جلجل الاسم. روبينيو حقه بلاوي. وابنه حقه سرماية يعني. لو هداك التاني بقى بعيط له يا ميسي. جبت وقيت البن من الدكان هو قد هداك اسمه محمد. بس بعيط له ميسي. والنسوان. النسوان بكاس العالم. تبقى داني وجه اعلام ايطاليا. انا مع التليين انا مع التليين. هي ما بعرف شيء بالتليين غير ان الشباب حلوين بس. وكل انواع الباستا اسمها معكروني. مره عم بعزم كنت عم بتغدى انا وحده بنت رح كمان دهن ايطاليا. قلت لها شو عبالك ناكل فيتوتشيني؟ قالت لي لا بفضل الباستا. او بتاكلي شيء ثاني مش احسن؟ يلي عايشين برا كيف لقيتولنا لبنان؟ تحضروا ام تي في؟ تحضروا تلفزيونات لبنانيه بشكل عام؟ بتشوفوا الاعلانات تبعولنا؟ شايفين منى ابو حمزه بالبرسيل؟ حدا في يشرح لي شو خص منى ابو حمزه بالبرسيل؟ منى ابو حمزه معها خبر بالدنيا في شيء اسمه بيرسيل؟ شي مره عك منى؟ مغيري بلوزه بس انه هاي البلوزه لبستها هي ذاتها عكتها ببيرسيل جابوها لمصداقيه وهلا كمان لابسينها اسود هلا بيرسيل الاسود للتياب السود ما عم بقدر اقبضها الدعايه صراحه شو إلها خصها منى بيرسيل منى ابو حمزه بالبيرسيل واحد قال شيء بالدعايه هذه بس تطلع هذيك خبرينا يا منى شو صار معك تطلع هذيك جوزي هي نمروده جوزي هو عم بياكل وقع قميصه تبوله جوزها قاعد مثل هتيله لابسي بافيت قالت لها منى خلص استعملي بيرسيل وتأكيد على كلامك اسألي الخبير الألماني بفوت وحيد جلال صوت وحيد جلال في أشهر من صوته برسيل بالتركيب الجديدة بعدين شو قصته هول مساحي الغسيل مثل الأريال الأريال بتجيب سطل الأريال أوكي هذا تبع الحبيبات الصفر جبنة بعد جمعتين بيقول لك أريال جديد بحبيبات الزرق بعد ما خلص تبع الصفر شو بعمل فيه؟ طيب خي هات جيب تبع الزرق ما في ثلاث جماع بينزل أريال جديد بالبروزيم شو بروزيم؟ حجة إم خالد يوم عم بتعك في بروزيم هيدا؟ إذا ما في بروزيم ما بغى أو مثلا غسالة بتروكب إذا في بروزيم شو بروزيم؟ دعايات رهيبة هلا كمان في دعاية أنين زيت اسمها ألما شايفينها؟ دعاية زيت زيت ألي وهذا الزيت المفضل عند الشيف ريشار شيف ريشار وزنه 200 كيلو ماشي أتفخده أنت عم تتخيل؟ هذا الزيت المفضل عند الشيف ريشار؟ يعني بدك كوليسترول؟ خلاص خده لهذا. ليك بلا فظيعة. أما دعاية الكونكورد هاي ما عم ببلعها كمان. هاي اللي بتفوت عم تفشخ على جرتها. هاي الغسالة وهيدي ما بعرف شو وهيدا الأي سي بتحسي حالك ما بعرف وين بألاسكا. وهيدا كارين وحليم وفهيم وهيدا التي في بتشوفي حالك بطلة فيلم وبالآخر سوري وهذا جوزي سليم فرش البيت تطلع بسليم سليم قاعد بالفانيلا قعدت سليم انا اكيد مستحيل تجيب كل هون هو مستحيل ولا ممكن قعدت سليم راخي بده سليم هي فرش البيت كله
أنا أكيد كارين وحليم وفهيم مش بن سليم. خلص قوليها جوزك أبو هارون. وعندك بحط لك دعايات بالتوقيت بتوقيت العشاء. طب أنت حاط العشاء وقاعد بيطلع لك دغري فرشوك مغسلة فجأة out of nowhere تشوف بزقة بقول لك هاي بلا دم يرجع بوحدة هاي بدم. لا تستعمل معجون السنين إنه هيدا بفيك تفرشي بلا دم. وأنت شو حاط العشاء وبقى بلش فيه تقول يا خيي قطعت هالدعاية بيسقط دغري وراها شو دعاية فلاش رأس المحارب بنت طيوب كتير نازل عكب الششمة بقى دايما بحبوا ياخدوا الكاميرا بفرجوك الششمة دايما عم تشوف ششمة بس انه اوكي ما في بس انا بفرجوك ششمة وهي عم تقلها ما عم تنضف تقلها بدك تستعمل رأس المحارب. اما دعاية اوكسيليا دعاية اوكسيليا فادي ما سقط ما بعرف بيجي بتطلع انه اوكسيليا ما بيتبنوا الا اللي اسمه فادي. دائما بفرجوك انه في دعايه اخر وحده بفرجوا لك واحد قاعد بالسياره هيك مع هول الاوتوكاد قدامه عرفتوا مين هو هيدا؟ هذا فادي اللي ما سقط عم بيطلع على فادي تاني واقف بترمبه عنده نمش مثله. مبلشي هون غلط لانه انا بعد ما شايف بحياتي ولد على ترمبه كلهم صاروه ولا ممكن تلاقي فادي على ترمبه. ودائما بيعملوا مهندسين دائما هذا فادي عم بيطلع على فادي تاني دائما تحس نقابه المهندسين يعني بعد شي 20 سنه ممكن تروح انت على نقابه المهندسين تقول له مرحبا استاذ فادي موجود قال لك لحظه اي فادي كلهم فادي اوكي لحظه بس اتذكر فادي توتال ولا فادي يونايتد اي ترمبا كان يا الله عنده نمش قال له خي ما كلهم عندهم نمش ما هني اوكسيليا مصمين هيك بيجيبوا الاولاد اسمه فادي على اليمين ما اسمه فادي يرجع الترمبه يلا. دعايات خرائيه سوري بس مع كمان دعايات خليجيه خرائيه بتطلع في دعايه اللايف بوي هول الاولاد واقفين بالمدرسه عم بيغسلوا ايديهم بكبسوا باللايف بوي بيرجع بالاخر بديش ليش عند امهم يمي يمي احذري ايش اليوم تعلمنا نغسل ايدينا بالميه والصابون شو عم تحكي اليوم تعلمت كيف ليه قبل شو كنت تغسل ايديك وليه شو الاختراع هذا ميه وصابون وهذا من هول كلهم هذا الولد الخليجي كمان هذا بيجي عند امه بتلبسه اول شيء دشداشه كلها بيضة وبكل ساعة بتقول له روح العب. وعندها ولد هي ريته ما يكون بديار حدا. عندها ولد لعيب محترف. في جورة موفق فيها هو ورفقاته. بس لابسه امه الدشداشة بروح بقى وطابس مثل ما هني بيجي عند امه يمي نطفيني. تيجي بتطلع امه عليه بكل برود اعصاب امه بتقول كيف انا انظفها هاي كيف تنظفي هذا شو بدك تنظفي هذا بوتاس ما بينظف هذا ابنك لعيب لعيب محترف ما بينظف هذا بدك تشلحيه هي دشداشه مثل ما هي وتكبي وكبي الولد اذا لعيب دعايات رهيبه كلكم عم تحضروا لراس السنه اللبناني بحب راس السنه كثير حبيب قلبه يسهر على راس السنه من سنه لسنه بينطر هذا العيد يوم حضر البدله اللميع لونها جري لميع بشيلها من الخزانه وبيلبسها وبيناطر العشاء الفاخر مع كوتيون لانه سهره راس السنه بلا كوتيون ما بتزبط وبلش بقى السهر هنيك هذا السهره تبع ال 35 دولار مطرب ورا مطرب وبيبقى ريشش قنينة لبيانات على حاله انه هو معطر نفسه وقد ما جلخ بيشرب كاسين وبيجي لعندك وبلش يعبطك وبلش يبوسك بقى وانت ريحتك بيانات فبصير زيح قاعد عني وانت هو عم بعبطك بقول لك
ينعاد عليك. وبيجي عندك هذا اللي عمره 80 سنة لابس كوتيون بيوجر عدينتك بلش انت عم خلاص راس السين عاد عليك كل عم خلاص. بس أعظم شيء هاي النكتة كل سنة دايما نسمعها كل سنة قبل بخمس دقايق من راس السنة كون 12 إلا خمسة بيجي عندك بده هو المزيح بيقول لك شوفك السنة الجاي قديش مهضوم. هاي النكتة دايما إنه بيجي بيكب لك يا إنه أنت بدك تقلب بالأرض بقى شوفك السنة الجاي هيا مسطول. وين جبتها؟ منين جبتها؟ ولابني ما حدا سبقك عليها. حلو لبنان أنا كثير مبسوط إنه اليوم موجود بيناتكم. هيدي أول حفلة بعملها بهالضخامة ببلدي لبنان مع إنه نحن منسافر كثير وبس نسافر دائما بيبقى دائما نلتقى بجمهور بس مش بهالضخامة وبهالحشد. فاليوم كثير مبسوط أنا عن جد كثير مبسوط من قلبي وأنا بدي لكم ثانك يو إنه جيتوا مبسوط فيكم قد الدنيا. بعصيت السفرات لأنه نحن بخبركم نحن منسافر كثير دائما بس نسافر دائما اللبنانية مثل بس نروح على كندا أول شيء بياخذونا على مطعم لبناني دائما وين ما نروح بس نوصل لهونيك على كندا مثلا بياخذوك على مطعم لبناني تعدق لنا الحمصات هون ولا وعندهم هذا السؤال كيف لبنان بعدك مثل ما تركته أحطت إيدك هونيك كندا ساعة. أنا مرة هونيك بكندا شفت اثنين عم بيعملوا مشكل مريب منظر بخوف هونيك هونيك ما فيك تمد إيدك عليه المشكل بكندا ما فيك تمد إيدك على التاني هونيك ببزقوا على بعضهم إيه. أنا شفت مرة واحد بزق على التاني قد ما ساعة هونيك جمدت البزقة ما هيدا لقطة وسافروا فيها كله منيح. أنا هيدا الشو بما أنه هيدا أول مرة بعمل هيدا الشو حبيت مش دراما بس حبيت أهدي لبي يلي صار له 18 سنة ميت على فكرة بيي قد ما كنت حبه كثير ومعلق فيه بتخيل إذا بتلاقوني مهضوم يمكن أنا 10% منه. بعدني بذكر كان في عنا عادة قديمة نحن نستعملها هيدي إنه لحتى نبين إنه إحنا رجال إذا مذكرينها هيدا بكون قاطع بس شوف واحد بيعمله شو ليه؟ فاقين له؟ هذا إيش؟ كذا؟ فاقين له هاي الحال بعدنا يمكن لهلا بنعملها مش عامل لك شي مرة هيك؟ داري بع واحد يعمل لك إيه؟ بعدني بذكر مرة كنت قاعد بالصالون أنا كان بيي قاعد أنا وقاطع هيك عمل لي شو ليه؟ قلت له بابا بشرفك ما تدق لي بمستقبلي عم دق لي نقرني من ورا علي شو بدي أقول لك بماضيك؟ الله يرحم بيي ويرحم جميع الموتى وبدي أقول لكم إنه إن شاء الله تكونوا انبسطتوا لأنه أنا كثير انبسطت المرة العاشرة وحاسس حالي انه بقادر احكي بعد لبكره بس رغم كل شيء بدي لكم انه انا كثير انبسطت وانتوا هيدا جمهور وهيدا شادي اند باند وهيدا عادل ثانك يو كثير تصبحوا على الف خير. Só a Malcolm.